الأهلي والزمالك، أسبوع من أهم أسابيع الكرة المصرية، أسبوع شهد تغيرات كتيرة جدا جدا جدا. بدأ الأسبوع بفوز النادي الأهلي بالدوري العام رقم 42 ورقم 5 على التوالي، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي في كل مكان. الأسبوع أحداث كتير وأهميات كتير جدا لهذا الأسبوع، تعالوا نشوف مع بعض أهم وأحدث الأخبار على الساحة الرياضية. نبدأ معاكم سريعا بمباراة النادي الأهلي مع مصر المقاصة اللي كان خلاص حسم الدوري فيها، وكان مصر المقاصة صنع للنادي الأهلي ممر شرفي ليه. انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0. المباراة الثانية للنادي الأهلي في هذا الأسبوع كانت مع نادي مصر، انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بثلاثية، وبالتالي كده النادي الأهلي تصدر جدول الترتيب، أو قبل مباراة المقاصة كان خلاص حسم الدوري رسميا. الأهم الخبر الأهم في هذا الأسبوع وهو ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، اللي أبلغ النادي الأهلي بعد مباراة مصر المقاصة بأنه عايز أجازة 5 أيام كل شهرين، وكمان عايز يكمل أفريقيا بدون ملحق تعاقدي. رفض النادي الأهلي تماما هذا المبدأ، وعرض عليه عرض تاني ان هو يلغي بند فسخ التعاقد من يوم 1 اكتوبر ليوم 10 اكتوبر، وهكذا ريني فايلر رفض تماما. الايام كتير وجايه كتير، وهنشوف هل ريني فايلر هيغادر النادي الاهلي مع بدايه اكتوبر، لانه من المؤكد انه هيكمل غدا في مباراه طنطا، وفي المباراه القادمه ايضا بعد مباراه طنطا هي مباراه الترسانه في كاس مصر. فهل يا ترى النادي الاهلي هيمر بازمه حقيقيه مع مدير الفني ريني فايلر ولا لا؟ في حاله مغادره ريني فايلر هيكون تولي المهمه لعماد النحاس، والاجواء لم تظهر ولم تبان حتى الان رغم الشائعات. من النادي الاهلي لنادي الزمالك اللي اهدى الدوري درع الدوري للنادي الأهلي بعد هزيمة من نادي أسوان. نادي الزمالك بعد ما كان مديره الفني هرب أو غادر عفوا من مصر إلى السعودية، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت كان بيجهز لمدير فني جديد وهو باتشيكو. قلنا الحلقة اللي فاتت ان المرشح الاول هو فيريرا والمرشح الثاني هو باتشيكو. بالفعل باتشيكو كان هو المدير الفني لنادي الزمالك القادم حسب ما صرح به المستشار مرتضى منصور. بعد كده عندنا مباراة الزمالك وأسوان، قلنا ان هو اتهزم، وبعد كده طلع لمباراة طنطا اللي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، وكانت هي اول لقاء لطارق يحيى ورضا عبد العال مع حفظ الالقاب مواجهة لبعض وفي الدوري العام. وعندنا برضو لقطة الاسبوع وهي احمد البسطويصي حكم الرايه للنادي، حكم الرايه لمباراه الاسماعيلي وانبي، اللي حمد ربنا كده بعد ما لغى هدف وقال يا رب الحمد لله، وكان واضح عليه التوتر جدا جدا. احمد البسطويسي كان بيحكم لمباراه انبي والاسماعيلي اللي انتهت بفوز انبي 1-0. خلينا نشوف مع بعض كده راي الكابتن احمد حسام ميدو في اللقطه دي وقال ايه، ونرجع مع بعض تاني. ليه انت راجل حكم؟ لا يمنع ياسر، ثلاث اوفسايد، ما طلعتش اوفسايد يا عم، ايه المشكله يعني؟ جماهير انبي مثلا هتقف تستناك بره؟ مفيش جماهير لانبي، هم 4 هم 5 6 قاعد مشجع انبي. انا عايز اعرف مع احترامي يعني، نادي انبي نادي بحبه، هو في حد مشجع انبي؟ يعني ايه الضغوط اللي تخليك النهارده كلاينز مان تقف؟ ليه انت راجل حكم؟ في حد بيشجع انبي؟ كان ده تعليق الكابتن احمد حسام ميدو على لقطه البسطويصي. ليه متوتر البسطويصي؟ فهل في حد بيشجع انبي؟ سالنا السؤال ده لنفسنا ووصلنا ان في فعلا ناس بتشجع انبي، ناس عندها صفحه على الفيسبوك وصلت لنص مليون متابع بمختلف الانتماءات. مؤسس رابطه مشجعي انبي او مؤسس صفحه انبي واحد اكبر مشجعيه هو محمد فريد. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا صباح الصحه والجمال، يا صباح الخير على انبي والانبويه. سعيد انك موجود معايا النهارده كده، واكيد طبعا سمعت الفيديو الكابتن ميدو هو بيقول مفيش جماهير الانبي. هل فعلا انا ممكن اسال واحد اقول له اهلاوي ولا زملكاوي يقول لي انا انباوي؟ اكيد محمد، يعني مبدئيا الكوره مش حته على انديه معينه، يعني الكوره مش اهلي وزمالك بس. كابتن ميدو بيقول يعني مفيش 3 أو 4 بيشجعوا انبي او مفيش خالص، يعني طبعا الكلام ده مش صحيح. يعني لو نرجع بالذاكره شويه للموسم اللي فات، موسم هبوط بتروجيت طبعا واللي كان سببه هدف رامي صبري في الدقيقه 90، الموسم ده انبي كان معرض انه يهبط. طالبنا مجلس الاداره في بوست على الصفحه ان لازم تفتح المدرج قدام الفرقه، لازم الفرقه تحس ان في وراها جمهور، يعني لازم الناس تحس ان في اداء مش كويس، في نتيجه مش كويسه. وبالفعل المدرج اتفتح والجمهور حضر، والنتيجه الحمد لله اتحسنت، وانبي ما هبطش، ونقدر نفتح اليوتيوب ونشوف هل انبي حضر له جمهور في مباراه الاسماعيلي
ولا لا؟ هل انبي بيحضر له؟ هل ده معناه يا محمد ان في تواصل مع الاداره لانها استجابت لطلبك؟ مش بشكل يعني مش بشكل مباشر، في تواصل مع الاداره بس مش بشكل مباشر. يعني انا مثلا ممكن اكتب بوست على الصفحه، الاداره ممكن تشوف حاجه معينه، حاجه صح مثلا ممكن تعملها، بدليل ان برضه في صفقه صلاح محسن احنا يعني صفقه صلاح محسن عرفنا ان الاهلي بيطالب بصلاح محسن، تمام؟ احنا طلبنا رقم تعجيزي على الصفحه، قلنا لو الاهلي عايز صلاح محسن احنا بنطلب 2 مليون دولار. احنا كتبنا بوست كده قلنا رقم تعجيزي عشان الصفحه، عشان الصفقه عفوا ما تتمش. اتفاجئنا ان مجلس الاداره بيطالب ب 40 مليون، وده كان اكبر اكبر مبلغ بندفع في لاعب في الدوري المصري. وفي اكتر من بوست يعني برضو. ممكن دلوقتي حد من المتابعين بيشوفنا دلوقتي وانا كمان من متابع الصفحه عليها ما يقرب من نصف مليون، ممكن حد يقول ان هدفك منها ربحي، انت ليه بتشجع انبي وممكن يكون الهدف منه الربح؟ لا انا الحمد لله رب العالمين، يعني الصفحه انا تقريبا بقالي 4 سنين فيها، تمام؟ ما نزلتش فيها اعلان واحد، بيجي لي اعلانات كتير على فكره على الرسايل، يعني بيطلبوا ان انا اعمل لهم اعلانات، ابدا انا ما عملتش اعلانات والناس تشهد، ما نزلتش اعلان واحد وبرفض اعلانات كتير وما زلت برفض. انا مش يعني الحمد لله رب العالمين مش محتاج ابدا اي ربح من الصفحه ومش هفعل ربح كده، لان يعني الموضوع بالنسبه لي حب الانبنس اكتر، انا مش عايز اي حاجه، يعني مش عايز اتربح. تصديقا على كلامك طبعا كان المفروض محمد فريد يكون موجود معانا عبر سكايب النهارده فيديو، ولكنه رفض تماما ان هو يكون موجود بحجه ان هو مش طالب شهره ومش عايز حد يقول عليه ان هو كمان بيشجع انبي لانه طالب شهره، فده تصديقا لكلامك يعني يا محمد. انا يعني بامانه اشوف لا عايز شهره ولا عايز ربح، يعني انا لا بفكر في شهره ولا بفكر في ربح، لكن انا بس حلمك ايه يا محمد؟ يعني لا عايز شهره ولا عايز ربح، حلمك ايه مع انبي؟ انت نفسك توصل لايه مع انبي كمشجع ليه؟ اكيد طبعا اي حد بيشجع اي فريق محتاج يعني فريقه مثلا ياخد بطولات، يعني يشوفه على منصات التتويج، لكن انا عايز اوجه كلمه للكابتن ميدو، هو بينفي وجود مشجعين لانبي. انا بطالب الكابتن ميدو باستفتاء على صفحته، مش على صفحتي انا، على صفحته هو، باستفتاء صغير تمام يشوف في جمهور انبي ولا لا. تمام، ما قلتليش برضو انت نفسك ايه غير البطولات؟ يعني انت انبي بعيد شويه عن البطولات. انا بتمنى طبعا اللعيبه يكون عندها انتماء، بتمنى ان مجلس الاداره ما يعني ما يبيعش مثلا بالخمس او اربع لعيبه يعجز الفرقه، لا يبيع بشكل جزئي، مثلا يبيع لاعب يبيع اثنين، لكن ما يبيعش مثلا خمس لعيبه يعرض الفريق ان هو يهبط. احنا عشنا شهرين في توتر يا فندم اكيد الموسم اللي فات. يعني في الحقيقه برضو زي ما انا عارف وانت عارف وكلنا عارفين ان انبي من الانديه الكبيره جدا، في النهايه بس عايز رساله منك للجماهير اللي فاكره انك واخد الموضوع هزار، لان زي ما شفنا من شويه معانا كده كان في سكرينات انك واخد بتهزر شويه، ايه رسالتك؟ والله انا بحاول اخد الموضوع يعني لو يكون بشكل ايه، يعني في نوع من انواع خفه الدم كده بحيث الناس مثلا مش تتصدم او كده، تمام؟ لكن هم اللي بيهزروا، انا بصراحه ما بهزرش، يعني الناس هي اللي بتهزر في الكومنتات. انا مثلا كنت كاتب بوست نفسي اشوف انبي مثلا في دوري الابطال، يدخل واحد يقول لي يعني فوق يا نجم مثلا انبي بيهبط، انت فاهمني؟ تمام. وفي طبعا مداعبات كتير جدا يعني محمد فريد، اكيد طبعا اكيد اكيد بتحصل في كل الصفحات اكيد. محمد فريد مؤسس صفحه انبي واحد اكبر مشجعيه، يعني بشكرك جدا وسعيد انك كنت موجود معانا، وباذن الله لما تنزل مصر، لان انا عارف انك خارج مصر، ان شاء الله تكون موجود معانا هنا في حديث مطول وكبير جدا جدا جدا. يعني نرجع بقى احداث كده واخبار لمنافسي الاهلي والزمالك في افريقيا، هو الوداد والرجاء، كانوا في قمه مغربيه بالامس والمباراه انتهت بالتعادل السلبي. المباراه كان يعني يسيطر عليها يعني فقر بدني شويه، ولكن الوداد كان اعلى بدنيا بدرجه بسيطه، وزي ما احنا شايفين في الصوره معانا كده الوداد تم التعاقد او تدعيمات الوداد حاليا هو ايوب الكعبي لاعب نادي فورتيشن الصيني السابق. ايوب الكعبي هيلعب قصاد النادي الاهلي في المباراه في افريقيا، ليه هيلعب؟ لانه مقيد افريقيا، وكمان القيد المحلي هيفتح قبل مباراه النادي الاهلي. اللاعب الثاني من اللي اعلن الوداد عن قدومه لصفوفه وهو لاعب بنزو زيدان لاعب ريال مدريد السابق، لاعب مهم جدا او تدعيمات مهمه جدا لفريق الوداد. وعندنا اليويفا يعلن عن افضل 3 لاعبين في دوري ابطال اوروبا او عفوا في اوروبا، افضل 3 لاعبين هيختاروا منهم لاعب واحد فقط، افضل 3 لاعبين هم مانويل نوير وريبرت ليفاندوسكي وكيفن دوبرين. وبالنسبه للمدربين افضل برضو 3 مدربين يورجن كلوب وهانز فيليك وجوليان ناجلسمان. افضل 3 مدربين وافضل 3 لاعبين هيتم اختيار منهم افضل لاعب وافضل لاعب وافضل مدير فني فقط. هيتم الاعلان في عن الجائزه دي في وقت اجراء قرعه دوري ابطال اوروبا.
وبكده اعزائي المشاهدين يكون خلصنا معاكم النهارده فقرتنا الرياضيه وبرنامج اخر الاسبوع. سعيد اني كنت موجود معاكم النهارده، وان شاء الله دايما هتشوفوا معانا احدث الاخبار واهم الاحداث. وبشكر طبعا فريق العمل كاملا من المونتير انس منصور للاعداد اللي موجود معانا للاخراج والتصوير، بشكر الجميع. وباذن الله انتظرونا الحلقه الجايه في اخر الاسبوع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.